على فكرة أنا يعني كنت عاوز أتعرف على بناتك. طبعا شيرين، شيماء، تعال. أي يا ماما. شيرين وشيماء. دكتورة شيرين ودكتورة شيماء بناتي. بسم الله ما شاء الله، أمرتين. على فكرة أنا عارف عنكم كل حاجة، حسن بيحكي لي على كل حاجة، ما بيخبيش عني حاجة أبدا. حسن ده أصله زي ابني بالظبط يعني. كمال اللي بيبعت لي الجوابات. لا لا، هو مش قصدي انه بيبعت لي الجوابات، قصدي انه بيبعت لي الكلام الحلو. مش قصدي كلام حلو، هو بيبعت لي كلام حلو على الاكل اللي انا بعمله يعني. يا هانم يا هانم، ده اقل تقدير لذوق حضرتك ومذاق حضرتك الرفيع. احب اعرفكم بنفسي، انا اسمي كمال، انا رجل اعمال، بس الحقيقه قررت وانا في كامل قواي العقليه ان انا اصفي كل اعمالي واتفرغ لنفسي بقى شويه يعني. مهم الواحد يدور على 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 راحه باله يعني، مهم راحه البال صح؟ طبعا عندك حق، بس انا متهيألي الناس اللي بالها مرتاح دي تبقى الناس اللي عاشت الحياه اللي هي اختارتها وبتحبها، مش كده؟ كده كده صح صح. عارفين فيلم غزل البنات؟ عارفين سينما بينا دي اللي كان عامل دور الباشا؟ انا بقى نفسي اعمل الدور ده، البس برنيطه واحط السبات في ايدي واعمل مشتل جرجير، اقعد اتكلم في الروزماري والكابوتشي وما الى ذلك من اشياء هتتزرع كتير كتير كتير، واتجول بقى في المشتل رايح جاي رايح جاي رايح جاي. انت بتفهم بجد في الزرع؟ الله، زي ما انت بتفهمي في الاكل والملوخيه والحاجات دي ولا ايه؟ في راجل شعر لطيف اسمه بشار بن برد قال: الاذن تعشق قبل القلب احيانا. فبما انكم انتوا الاثنين دكاتره وانا اعتقد ان واحده فيكم دكتوره قلب، فتقول لي بقى مين السبب في الحب، القلب ولا العين؟ دكتوره القلب، جاوبي. مش عارفه؟ عارفه؟ القلب.